عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر سوشيال ميديا فيسبوك عالم الصباح، وهو أي شاطئ لبناني بتزوروا انصحونا، وأي بلد زرتوا السنة بهالصيفية للفاكيشن كمان انصحونا واعطونا أفكار. ضيوفي بالاستوديو رح نحكي احنا وياهم عن ليبانيز بلين سبوترز، وهو صفحة عن أخبار الطيران موجودة بكل العالم. بلبنان ما كانت موجودة أو مش موجودة بشكل بروفيشنال، هلأ صارت موجودة ورح نحكي عنها أكثر مع نيكول صايغ وكريس أشوع مؤسسين ليبانيز بلين سبوترز. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. اللي رح نسمعه رح منكم معلومات مهمة. أول شيء بدي أسأل قديش في متابعين لصفحة من هالنوع هيدا؟ صراحة بالخارج في كتير رقم متابعين، للأسف بلبنان كان كتير قليل هذا الرقم، بس الحمد لله هلأ كتير كبير، وصلنا يعني نحن تقريبا على الفيسبوك 14 ألف متابع، وعلى الإنستغرام فوق 4000 متابع. برافو، يعني لازم على الانستا كمان هلا اكثر وقت هلا تعطونا شو الانستا مزبوط وشو الفيسبوك حتى أكيد. اللي بيحبوا كمان يلحقوكم يشوفوا اخباركم. خلينا نعرف بالبدايه معك كريس، شو الليبانيز بلين سبوترز؟ يعني شو هي الصفحه وشو بتحتوي؟ اوكي، هي مثل ما انا دائما بقول الليبانيز بلين سبوترز بلشت مثل فيجن برؤيه، وهلا صارت ميشن. نحن حاليا الليبانيز بلين سبوترز صارت ميشن لنوصل افيشن انفو للعالم ولنوعيهم اكثر عن الطيران. بلشت بال 2012، انا كتير بحب الطيران، فكنت افكر انه انا الانسان الوحيد بلبنان بحب الطيران، فقلت بدي اخلق مثل كوميونتي اتعرف على عالم اذا بيشاركوني هيدا الشغف. وكبرت الكوميونتي والحمد لله صرنا يعني معروفين بلبنان وبرات لبنان، از عنا كمان كونتاكتس مع غير سبوترز برات لبنان. نعم، بس تحكي عن توعية، يعني بنشوف توعية من اي نوع؟ انه اذا صار في مشاكل بالطيارة العالم كيف تتصرف باي طريقة؟ شو بنشوف عليها؟ يعني كل شيء اخبار عن الطيران بلبنان برات لبنان بالعالم كله. نعم. طيارة جديدة، صار حادث، everything that has to do with aviation. يعني بتعطوا السبب، بتعطوا شو صار، بتلاقوا الخبر وبتحطوا على الصفحة. نجيب الخبر مزبوط، بنتأكد من التفاصيل وكل شيء، مش انه عزاو انه نجيب الخبريات. نعم، وبتكونوا سريعين يعني up to date دغري، يعني دغري. يعني ممكن قبل نشرة الاخبار على التلفزيون ممكن تحطوا الخبر، على قد يكونوا سريعين ومتابعين الوضع. لما يعني ما بعرف قديش بنشوف انه السيفتي موجوده، التوعيه ضروريه، ولكن اللي بيقولون اول ما نطلع بالطياره انه شو لازم يعمل اذا صار في مشكله، اذا صار في هبوط سريع، هو القصص يعني اللي بنسمعهم. سيف انه بتصيروا يعني في حدا بيخلص انه بمعلوماتكم مثل ما بتبرموا وبتقروا وتشوفوا وبتنقلوا اخبار بهالطرق هيدي اذا تصرف عليها مزبوط؟ اكيد، يعني اليوم الراكب في كتير فريكوينت فلايرز بيطيروا على الطيارات بيقولوا انه ما بدنا نسمع السيفتي فيديو لانه صرنا حافظينه، بس هذا كثير اسينشال، لانه مثلا من اسبوع تقريبا قلبت طياره بمكسيكو. نعم. وبفضل جهود الطاقم اللي كان عليها قدروا يعملوا ايفاكيويشن بلا ما يتوفى حدا. اكزاكتلي، فدائما المهم بنضل نشدد انه العالم لازم تنتبه للسيفتي فيديو قد ما سفرته، لانه في قصص زي ما بننتبه عليها، ودائما good to refresh your mind about safety. انتو نقلتوا هذا الشيء، شرحتوه على صفحتكم كيف خلصوا بأي طريقة تصرفوا، كان الركاب او كان الطاقم؟ هلا نحن فسرنا هذا الشيء بغير بوست. نعم. وقت صار في cabin decompression وكانوا العالم حاطين الماسكات غلط. نعم. هن دايما بيطلبوا منه ينحط الماسك على المنخار والتم ويتنفسوا بشكل طبيعي. كان في واحد اخذ سيلفي ومبين انه كله حاطينه بس على التم. اها اوكي، يعني هون كمان انتم بتوعوا بهالطريقه هيدي. ليش انضميتي لهم نيكول؟ يعني شو اللي عندك حب الطيران، ولا صار في من بعد ما تعرفتي على الصفحه حبيتي تنضمي لها؟ انا بحب الطيران كثير، بس ما كنت عارفه انه عندي هالباشن غير ما تعرفت على كريس. نعم. بلشت كنت اشتغل بشركه منبيع طيارات توي ايربلينز. نعم. وشفت حاطين بوست، كنت عم نبش على بيجز انه خاصه بالافيشن، وشفت حاطين بوست بدون حدا يشتغل على انستغرام. نعم. فحكيته لكريس وبلشنا من 2015. انتو شو دارسين اصلا؟ انا علوم سياسيه. علوم سياسيه. انا تصوير. تصوير. يعني انتم بعاد عن الاجواء، ولكن في عندكم شغف من جوا بانكم انه باشن انه تساعدوا بهالطريقه، والتوعيه هي كثير مهمه. طيب لوين بدك توصلوا طبعا كريس؟ يعني بهالصفحه لوين بدكم توصلوا؟ شو الهدف منها اكثر واكثر؟ لمين بدكم توصلوا؟ لاي فئه من العالم؟
نحن بدنا نوصل لاكبر شريحه من العالم لحيلا فئه، لانه بعتقد كل واحد ما في حدا ما بيسافر ما بيستعمل الطياره، فقد ما بنقدر نوصل للعالم. يعني انا مثل ما ذكرت نحن بلشنا بالتصوير، نعم. بعد ما لقينا انه في كم هائل من العالم عم تتفاعل مع هيدا البيج، قررنا انه نقرب نصير مثلا نعطي انفورميشن، نعم، توعيات، اخبار كتير دقيقة، عالم نعطي العالم بشو لازم يعملوا مثلا بحال صار شيء على الطيارة، او يعني كل شيء بيسكلي نيوز. نعم. فهلا نحن حاليا واكسكلوسيف من فيوتشر تي في وعالم الصباح رح نطلق سيمينار فريد من نوعه بلبنان، نعم. رح يكون اول مره بلبنان افييشن سيمينار، اكيد رح نعطي ديتيلز عنه فيري سون، وان شاء الله ينال اعجاب. مين رح يشارك فيه للسيمينار؟ كل العالم بيشتغلوا دومين الطيران، كابتنيه، موديفات، اير ترافيك كنترولز، ببرج المراقبه، ميكانكس، حيلا حدا بمجال الطيران رح يكون، نعم، موجود. طيب المعلومات اللي بترتكزوا عليها نيكول واللي بتحطوها مفروض تكون تتحملوا مسؤوليتها، يعني في نعرف كثير منيح في سورسز، وفي يعني ما في اساس منها ويكون خطا 100%، وين عندكم سايت معين، عندكم جهه معينه بتعتمدوا لتحطوا منها المعلومه تكون صحيحه لتوصل للعالم بشكل صحيح، يعني مسؤوليه. هلا عادة يعني اذا نزل خبر متاكد من كذا سورس من اهم نيوز انترناشونال، يس مزبوط. واذا عندنا كونتاكت بالبلد اللي صار هذا الشيء بكونتاكت بنتاكد انه اذا صارت المعلومه المضبوطه يعني، نعم، وبنجرب قد ما فينا نجيب ذا كوركت سورس، واذا حطينا شيء بالغلط منه اكيوريت بنرجع بنصلح وبناكد انه. انتوا فريق عمل بتشتغلوا على اساس ولا بشيء جهود فرديه عم بتصير؟ لا نحن فريق عمل، وفي هلا للاسف منهم معنا، في عنا ادمن بدبي وبفرنسا وببلغاريا، بعد عنا اربعه ادمنز، وطبعا يعني بعد ما كبرت هيدي الكوميونتي صرنا اكثر من اربعه، نعم. انا دائما بقول انه ايد لحالها ما بتزقف، فهلا صار عنا نحن الكوميونتي كلها بنتشارك مع بعض الانفو، عنا واتساب جروب فيه تقريبا فوق ال 160 شخص، في عالم بتفوت ما بتعرف ابدا شيء عن الطيران، نعم. بتصير تعرف، واللي عنده انفو اكيد بنتشارك هيدي الانفو كرمال الموصل. لكم علاقه بالبيجز العالميه اللي خاصه بالطيران كمان، في بين بعض مثلا بتشاركوا معلومات، بتشاركوا ما بعرف خطوه، بتبادلوا خبرات الى اخره. بعصر هلا السوشيال ميديا بتعرف صارت الكونكتيفيتي كتير سهله بين العالم، نعم. بعد ما صار يعني نحن كتير تعبنا لنصير تراستورثي سورس، نعم. يعني مصدر ثقه، فقدرنا هيدا سنجيبها من العالم وبالجهود تبع الادمنز اكيد وكل الفولورز. بنحكي عالم برا، مثلا من كم شهر الميدل ايست اطلقت رحلتها المباشره الى مدريد، نعم. حكينا مع سباترز بمدريد وقدروا صوروها، وكنا براود لاول صفحه طيران بلبنان بتنزل صوره الميدل ايست بمدريد. جريت، يعني الميدل ايست اصلا دائما رفعت لنا راسنا والله يهنيهم. يعني اللي بدنا نشوفه وبدنا نقوله للعالم انه انتم انضميتوا لانه عندكم شغف، هالشغف زاد مع انضمامكم لهيك صفحه. وقت نتعلم قصص من بعد يعني، نعم. انا فتت ما كتير بعرف عن طيران، صرت اعرف كتير هلا. صرت تعرف كتير، يعني اي شيء بنسالك ممكن تجاوبي تقريبا، كانك تشتغلي بشركه طيران، صح. يعني من وراء المعلومات الموجوده عندكم، شو هن البيجز فينا نقولهم حتى العالم تلحقهم او كذا؟ ايه اكيد، نحن على انستغرام لبنيز اندرسكور بلين اندرسكور سبوترز، سبوترز اس بي او دبل تي اي ار اس، عم نشوفهم على الهواء طبعا، نعم. أوكي. وعلى فيسبوك لبنيز بلين سبوترز، واكيد اذا حدا بده ينضم للواتساب جروب فيه يحكينا دي ام او انستغرام فيسبوك، سوري فيسبوك مسج، نعم. نحن بانتظار كل شيء جديد لصفحتكم، وبدي لكم جود لك، بتحب تقول شيء يعني داعمكم هلا مدعومين من ميدل ايست مثل ما عرفت، كمان مشكورين يعني. انا اكيد يعني شفت مجروحه بالميدل ايست، وبدي اتشكر دائما السبورت اللي بيعطيه مجلس اداره الميدل ايست وبيترأسها استاذ محمد الحوت، نعم. دائما عنده سبورت لنا ولكل شاب وصبيه لبنانيه عن جد عندهم شغف لشغله وخاصه الطيران، نعم. فبيك ثانك يو للامي اي فاميلي اللي انا عن جد مبسوط انه بنتمي لها. انتوا كم حدا صرتوا نيكول بالجروب؟ بالجروب نحن اي ثينك خمسه تبع لبنيس بين سبوترز، اوكي. في ناس بيساعدونا من برا بس كمان. الاساسيه هنا. جود لك نيكول، جود لك لك كمان كريس، بالتوفيق. يلا وخبرونا كل شيء جديد بيصير معكم، وراح نتابعكم طبعا هلا، وفيكم تزيدوا لبنيز بلين سبوترز، وعلى الانستغرام لبنيز اندرسكور بلين اندرسكور سبوترز كمان على صفحه الانستغرام. نحن وياكم راح ناخذ بريك، ومن بعدها بنعود مع يور كومنتس يلي بعثوا لنا اياها، اي بلد زرتوها صيفيه، والشاطئ اللبناني يلي بتنصحونا انه نزوره.